ممكن نكمل بس قولي الو. الو 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 مين؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا بنت؟ انا زاهد. يا هنا ازيك؟ ازيك يا هنا، منورانا في اهلا بالستات. اهلا بيكم بجد، ومتعلقه دايما طبعا. انا بتفرج عليكم اهو. قولي لنا بقى، لما انت بداتي تمثلي بقى وبعديكي فرح ما شاء الله عليكم طبعا، الله اكبر، نور بقى كانت تحكي لنا انها بدات تفكر في التمثيل، اما كانت بتحكي بتتكلم معاكي بقى في الفتره دي كنت بتقولي لها ايه؟ لا انا عايزه اقول لكم ان نور جالها كميه عروض تمثيل، لان ما شاء الله نور لسه بتقول لنا وشها مصري جدا. يعني نور يعني لو مثلت يعني الوشوش المصريه دي بتبقى محتاجينها في المسلسلات والافلام. جالها عروض كتيره قوي، انا بقيت مصدومه ان هي بترفض. كل ما يجي لها حاجه اقول لها نور ليه يا نور؟ لسه حتى من قريب جدا جالها حاجه، يعني مش هقدر اقول ايه، بس قلت لها ليه يا نور كده؟ هتقول لي لا انا مش شايفه نفسي. انت حباها تدخل المجال صح؟ بصي انا مش هقدر اقول حباها ولا مش حباها، انا حابه اللي هي تحبه، بس انا بحترمها جدا جدا، ان هي يعني عارفه ان هي عايزه ايه. هي مش عايزه كذا عشان مش كل الناس عايزين كذا فانا عايزه كذا، لا هي عايزه حاجه لوحدها. طب انا حاسه ان هي بتعمله مبسوطه بيه، وانا فخوره بيها جدا، يعني ان هي مش زي كل البنات. طبعا انتوا كلكم امارات والله. صح. انا عايزه اسالك سؤال، انت بتاخدي لبسها ولا هي بتاخد لبسك، ولا انتوا الاثنين بتاخدوا لبس فرح؟ وحكايه ان انتوا بتتخانقوا على اللبس ده، مين بياخد لبس مين في العيله دي يا جماعه؟ بص انا هقول لك، كان الاول وهي صغيره شويه كانت بتيجي تاخد لبس وهي صغيره، دلوقتي بقى يعني الموضوع اختلف شويه، اللي هو انا باجي باخد رايها، اقول هو البس ده على ده ولا بلاش البس ده على ده. ايوه تقولي لا خليكي البيت بليزر عليه احلى. انا بحب ستايل نور جدا في اللبس، يعني وهي خارجه حتى وكده بحب الستايل بتاعها. باين باخد رايها مميز. وكمان نور على فكره انت ما تعرفيش عنها حاجه، بتفهم جدا في السكن روتين جدا. في الايه؟ سكن روتين في البشره قوي على السكن. جدا ما شاء الله عليها. يعني يعني لما بيحصل لي مشكله في وشي قبل ما اروح للدكتور بروح اقول لنور اعمل ايه يا نور؟ طب احنا عرفنا انت دلوقتي نور تساليها على اللبس وعلى البشره، فرح بتساليها على ايه؟ لا فرح يبقى عندي مشكله بقى تقعد تقومني. الدكتور النفساني بتاعك بقى بتنيلك على الشيزلونج. يعني لو متخانقه مثلا مع احمد اقول له فرح احمد سيبيه على طول، فاهمه؟ يعني فرح تقوم بس. طب والعكس بقى، انت بتساليها على هنا عن ايه؟ بتلجئي لهنا في ايه؟ في كل حاجه والله، اي حاجه وكل حاجه بقول لها على طول. ولو جالي مثلا حاجه مثلا براند عايز اعمل كلها بروح اسالها اقول لها بصي عملت جالي كذا وعملت كذا. بقعد ربنا يخليكم لبعض. احنا كمان الشيف حسن عايز يسال هنا. برحب بيك يا حلا. هنا برحب بيك يا هنا، ازيك؟ عامله كل سنه طيبه وانت طيب. بتحبي تاكلي ايه؟ والاستاذ احمد فهمي بيحب ياكل ايه؟ والله احنا بنحب جدا الملوخيه والرز والفراخ. بتعرفي تطبخي؟ بتعرفي تطبخي له ولا لا يا هنا؟ بتعملي ملوخيه؟ انا بحاول بس انا فاشله جدا في الاكل، فيعني ولا تعملي زي اختك الفشار 45 دقيقه فيها. لا خدي بالك، في دراسه بتقول قلب الراجل معدته لو ما عملتلوش اكل يبص بره. لا مظبطاه. لا مظبطاه. اوعي. ايوه يا جدع. بتعملي حاجات سريعه يعني؟ بتعملي ايه حاجات سريعه؟ المهم ان هو يلاقي اكل في البيت. سريعه بعمله حاجات يعني صغيره كده على قدي، لان انا ما بعرفش قوي اطبخ بصراحه. لا ان شاء الله تعملي لي اعمل لك اللي انت عايزاه. انت مش عارفه ايه الحاجات دي. بتعرفي تعملي ملوخيه وتنقطه وبتاع؟ خالص خالص ما بعرفش. الشيف حسن هيعلمها لك يا غالي. علمها لي بقى يا شيف حسن. من اللي عندي. أيوة من عندي يا غالي. الشيف حسن يعلم. سلميني على احمد والنبي. حاضر اسلم لك عليه. تحت امرك. ميرسي فنانه جميله هنا الزاهد، نورتينا وسلمي على فرح وسلمي على الوالده. يعني طلعت المواهب الجميله دي. ميرسي يا حبايبي. ميرسي.